شو قلتوا؟ ما عطيتوني جواب. هنادي أمي وافقت ولا ما وافقت لسه؟ والله هي وافقت. والله مو قليلة هالمديحة، ما هيك؟ يلا فتون، الجماعة ناطرين مني جواب اليوم، بدي رد لهم خبر بسرعة. ليكي إذا ما رح توافقي قال في لعب فوتبول رح يصوروا أمه ومرته بهالدعاية وما رح يستنونا أكتر. أنا بصراحة هنادي خانم ماني كتير مقتنعة بالقصة، مو مثل قبل هالمرة. دخيلك، كلهم حركتين رح تعمليهم وكم سطر رح تقوليهم، أصلا ما في أسهل من شغلة التمثيل. هنادي عيب شو هالحكي هاد. قندوستي، مو حابة تصيري نجمة مشهورة؟ لا تواخذيني هنادي، أنا ما بعرف مثل، وأصلاً أنا عندي شغل وماني فاضية ابنه، بعذريني. لا، معقول ما تقبل الشي اللي قبلته حماتك؟ هي ما دخلها كل القصة أني أنا ما بعرف مثل. طيب فتون، طيب اليوم بتصل بجماعة الدعاية وبقلهم فتون خانم ما عجب السعر. بدهم يدفعوا لي؟ طبعاً أنت ما رح تعملي الدعاية تبرع للشركة. شبه؟ لك هي هبلة هبلة هنادي، عاملة حالة ذكية بس هي ما بتفهم بنوب. هنادي خانم لحظة، احكي هيك من الأول، إمتى التصوير اللي لي رح كون جاهزة؟ إذا ما سألتي قديش رح تقبضي رح ينصبوا عليكي. قديش رح يدفعوا لي؟ رح أكتب لك قديش الرقم مشان تتأكدي إنه كلامي صح، وإنت انصحة إيه؟ كل هدول المصاري ما عم صدق عيوني، ما بعرف كيف بدي اتشكل.